ده الحقيقة مثال لبعض الستاندردز اللي هي يعني ممكن فعلا نبص عليها ونشوف الليبلز الموجودة اللي هي ستاندردايز في العالم كله في كل الأجهزة. فلو احنا بصينا على الستاندرد دوت هنلاقي مثلا بعض الرموز اللي احنا شايفينها قصادنا كده ممكن على طول يعني مثلا الليبل ده مثلا دو نوت تاتش مثلا هنا، يعني ممكن يتكلم على ان في مثلا possibility of hazard مثلا electrical shock hazard مثلا، يعني في بعض الحاجات ان احنا ممكن نتكلم عليها في السيمبلز دي مثلا، دي ده general warning sign مثلا، دي الحاجات بتاعت النيوكلير او radioactivity مثلا hazard موجوده هنا، magnetic field hazard. في كل واحده من الحاجات دي الحقيقه لها very specific meaning، والناس اللي بيشتغلوا في الاريا دي كل واحد بيشتغل في اريا لها علاقه بالسيمبلز دي بيبقى موست لايكلي بيبقى عارفها كويس قوي. يعني مثلا لما انا اجي احط حاجه واحط يعني فوقيها السيمبل ده انا عارف ان دي معناها يعني لا لكذا، او يعني ده مش مسموح بيه. اوكي، كل الحاجات دي بقت خلاص معروفه عندنا، فلازم ان احنا نتبع الستاندرز الاساسيه اللي موجوده عندنا عشان نبقى كونسيستنت مع الاندستري في العالم كله، ونبقى كونسيستنت حتى مع اليوزرز اللي عندنا اللي موجودين في بلادنا اللي هم اتعودوا من الاجهزه اللي جايه من بره على نفس السيمبولوجي اللي موجود هنا.